ماشي مشكلة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم جميعا، مرحبا بكم في هذه المحاضرة الافتتاحية لهذا الموسم الدراسي 2024-2025. نرحب بكم بجمعيتكم مركز رفق للبحث العلمي. نجدد الشكر الجزيل للدكتور سعد الدين العثماني على قبوله طلب تأطير هذه المحاضرة الافتتاحية لهذا الموسم، اللي إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الأمطار الخير، الحمد لله، اللي بدأ به الموسم الدراسي والموسم الفلاحي أيضا. إذا إن شاء الله تعالى، يعني الندوة ديالنا ديال اليوم إن شاء الله تعالى اللي غادي تكون حول موضوع جد مهم، نظرا لأن الاحتكاك ديال المركز بالأساس مع الطلبة الباحثين في مجال البحث العلمي، وارتأينا بالتشاور مع الدكتور بوضع عنوان الصحة النفسية لدى الطالب الباحث أهميتها ومعاييرها. طبعا الدكتور سعد الدين العثماني هو غني عن التعريف، لكن لابد يعني من أن أشير لبعض الأمور في مساره، اللي من بعد إن شاء الله تعالى بعد انتهاء المحاضرة نطرح ايضا السؤال حول الفكره، حال يعني لطالما يتحدث عنها المركز، هو منطقه التكامل المعرفي لدى الطلبه. فالدكتور سعد الدين العثماني كما تعرفون هو حاصل يعني دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الاسلاميه، كما انه طبيب نفسي وحاصل على يعني دكتوراه في الطب العام وشهاده الدراسات العليا في الفقه والاصول الحديث، يعني ايضا دبلوم تخصص في الطب النفسي من المركز الجامعي للطب النفسي بالدار البيضاء. له عدة مؤلفات كما في علمكم، مؤلفات كثيرة، ولعل مؤلفا له علاقة بموضوع اليوم اللي هو الصحة النفسية الإيجابية طريقك إلى السعادة. نجدد الشكر للدكتور على قبوله الدعوة للحضور معنا، وحتى لا أطيل يعني أخذ حيزا من وقته لأننا نريد أن نستفيد منه أكثر، يعني أترك له الكلمة. تفضل دكتور، مشكورا. طبعا في انتظار أن ينتهي الدكتور من المكالمة، طبعا بالنسبة للمداخلات ستكون في الأخير إن شاء الله تعالى، عن طريق إما طرح الأسئلة كتابة، أو يعني ممكن تاخذ إن شاء الله من بعد المداخلة طرح الأسئلة الشفوية مباشرة. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أولا أشكركم أخي محمد الغزيل، وأشكر مركز رفق على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر جميع الحضور الكرام وأرحب بهم، وأرجو أن يكون العرض مهما. على كل حال، النقاش من بعد هو الذي سيبرز الجوانب التي يريد الأخوات والإخوة الحاضرين أن نركز عليها أكثر، وهو يتعلق بالصحة النفسية لدى الطالب الباحث، أهميتها ومعاييرها. هنا وضعت العنوان كيف نفهمها، نفس الشيء كيف نعتني بها. أعتذر. نعم. طيب، لماذا هذا الموضوع؟ أولا هو مهم لأن الصحة النفسية بالنسبة للإنسان عموما مهمة، لا صحة بدون صحة نفسية، بتعبير آخر لا صحة بدون صحة عضوية جيدة وصحة نفسية جيدة، وكلاهما يكمل الآخر. لكن ثبت في بعض الدراسات، وأنا وضعت هنا نموذج لدراسة أجرتها أجريت بإشراف منظمة الصحة العالمية وشملت 21,000 طالب جامعي، أظهرت أن نصف الطلبة الذين شملهم استطلاع قد عانوا في مرحلة من مراحل دراستهم الجامعية من مشاكل نفسية مهمة، واحتاجوا معها الرجوع إلى بعض المساعدين أو مختصين ليساعدهم في تجاوز تلك المرحلة. فإذا هو تأثير الصحة النفسية كبير، ولكن أيضا المعاناة النفسية لدى الطلبة في كثير من الأحيان وفي كثير من الأوساط تكون كبيرة، لأن النصف شيء كبير
نسبة كبيرة 50%. لكن أيضا أريد أن أبدأ هنا لأقول بأن الوعي بالصحة النفسية، الوعي بأهمية الصحة النفسية، بمعايير الصحة النفسية، بكيف سنتعامل عندما نواجه مشاكل في الصحة النفسية، هذا الوعي هو مفتاح التمتع بالصحة النفسية جيدة ومفتاح لتجاوز المشاكل النفسية. أريد أن أبدأ في البداية بمفاهيم أساسية، وهذه المفاهيم الأساسية هي 4 مفاهيم عادة ما يخلط الناس فيما بينها: الصحة النفسية، المشكلة النفسية، العرض النفسي أو الأعراض النفسية، المرض النفسي أو الاضطراب النفسي. فهي 4 مفاهيم وهي مختلفة، لكن في كثير من الأحيان نخلط فيما بينها. وهذا الرسم يبين هذه الصورة العامة. أولا، الصحة النفسية عادة وخصوصا في القديم، الصحة النفسية تجمع هذه الأمور كلها، تجمع أولا في رأس الهرم الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية، لأن الأمراض النفسية اليوم في غالبها تسمى الاضطرابات النفسية، التروبل مونتو، التروبل، الأمراض النفسية، وهي يصاب بها نسبة معينة فقط من الناس، وحسب الإحصائيات الدولية بين ربما 27%، 25%، على حسب السياقات وعلى حسب المجتمعات. إذن هذا المرض النفسي، وهي أو الاضطراب النفسي، وهو الذي يقوم الطبيب بتشخيصه، أو أحيانا المعالج النفسي يساعد أيضا في التشخيص، ويرجع في تشخيصه إلى تصنيف دولي، تصنيف للأمراض النفسية مثل التصنيفات الموجودة بالنسبة لجميع أنواع الأمراض الأخرى. عندنا تصنيف للأمراض الجهاز الهضمي، تصنيف لأمراض الجهاز الدوري يعني القلب والشرايين والأوردة، عندنا تصنيف لأمراض الجهاز العصبي، فعندنا أيضا تصنيف للأمراض النفسية. وفي المستوى الثاني هناك المشكلة النفسية، وهي تختلف عن المرض النفسي. المشكلة النفسية عارضة، عادة عارضة، لا تدوم إلى فترة قصيرة، قد تذهب إلى بضعة أسابيع فقط، الراجح أنها يجب أن لا تتجاوزها، وتكون في الغالب بسيطة، وتكون عندها عوامل معروفة قريبة، يعني وقف عندها الإنسان، يعني عرفها أو لم يعرفها، فعلى كل حال هناك عوامل في المحيط يمكن أن تؤثر، إما المحيط التربوي أو المحيط الاجتماعي أو المحيط المهني أو غيره، كثير من البيئات التي يتفاعل معها الإنسان ويعيش فيها وتؤثر في صحته النفسية. فمثلا إنسان يمكن مثلا أن تقع له صدمة نتيجة مثلا الناس الذين عاشوا الزلازل، فعلى الزلزال يمكن أن يعاني من بعض الإشكالات النفسية. الإنسان الذي توفي أحد أقاربه يحزن، وهذا طبيعي، هذا رد فعل عادي وطبيعي، بل الإنسان الذي لم يحزن هو غير طبيعي، لكن هذا الحزن يمكن أن يتجاوز مدى معين، هذا مشكلة نفسية. وهكذا المستوى الثالث، بطبيعة الحال المشكلة النفسية لا تحتاج بالضرورة إلى تدخل المتخصص أو الطبيب النفسي أو المتخصص النفسي. المواكبة، تغيير نمط العيش، تغيير ما بين نفسي من أفكار أو من عواطف، أو الدعم النفسي من الأسرة، من الأصدقاء، من المقربين، من شخصيات مهمة تحظى بالاحترام، الشخص أو الوسط إلى آخره، كل هذا يمكن أن يساعد في تجاوز المشكلة النفسية دون علاج نفسي منهجي موضوعي. الصحة النفسية الإيجابية، هذا مفهوم حديث نسبيا منذ 30 40 سنة تقريبا، هو يشير إلى الصحة النفسية. الصحة النفسية عندما تستعمل هكذا مجردة غالبا تعني هذه المستويات الثلاث، وعندما نريد أن نركز على الجانب الإيجابي للصحة النفسية، لأن المشاكل النفسية والأمراض النفسية جانب سلبي،
يعني ماذا فقدنا من صحتنا النفسية؟ ما هي الأمور التي تضررت في صحتنا النفسية؟ لكن ليس هناك في الصحة النفسية فقط الضرر والنقص، هناك أيضا الزيادة. يعني الإنسان عنده صحة نفسية جيدة ولكن يمكن أن يزيد، هذه هي الصحة النفسية الإيجابية. كيف نصبح أكثر سعادة؟ كيف نصبح أكثر إنتاجية؟ كيف نصبح أكثر اندماجا في المجتمع؟ كيف نصبح أكثر فاعلية؟ فهذه الصحة النفسية الإيجابية، هذا هو، هي تعتني بكل ما هو إيجابي، كيف نطوره؟ كيف يصبح الإنسان أحسن من ذي قبل على هذا المستوى المعايير الصحة النفسية الإيجابية؟ إذن هذا هو، هذه الخريطة ستوضح لنا أن هناك تمييز بين مختلف المستويات، وبالوعي بهذا التمييز يمكن للإنسان أن يعرف نفسه في ضوء ما سأتعرض لبعض بعض المعالم فيه، ويعرف كي أي تدخل على أي مستوى سيتم وكيف سيتم. طيب، بطبيعة الحال عادة أبدأ بهذا، الصحة النفسية الإيجابية أعلى معاييرها هي السعادة، عند معايير وأعجب تضرب أعلى هي السعادة. وعندما نرجع إلى بعض الأحاديث النبوية، بل حتى إلى آية قرآنية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو منفر يحييه حياة طيبة، والحياة الطيبة ابن عباس يقول هي السعادة وهي الصحة النفسية. في الحديث المشهور: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. طيب النفس هو أيضا الصحة النفسية الإيجابية، هو السعادة، وقد تعبر عنه أحيانا بقرة العين أو ربيع القلب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ربيع القلب، هذه كلها ألفاظ تعني نفس الشيء، تعني السعادة وأعلى معايير الصحة النفسية الإيجابية. طيب، ما هي الصحة النفسية الإيجابية؟ الصحة النفسية الإيجابية، لأن إذا عرفنا الصحة النفسية الإيجابية بسهولة نعرف الباقي الذي ليس صحة نفسية إيجابية، هناك بدأ النقص. العكس هي المشكلة النفسية، وفي درجة أعلى وبدرجة أعلى الاضطراب النفسي. معايير الصحة النفسية حسب تعريف منظمة الصحة العالمية هي حالة العافية التي يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية، ويستطيع مواكبة ضغوط الحياة العادية، ويكون قادرا على العمل الإيجابي والمثمر وعلى الإسهام بفعالية في مجتمعه. من هذا التعريف يمكن أن ننتهي إلى أن معايير الصحة النفسية هي 4 معايير: التوافق الذاتي، أن يكون الإنسان متوافقا مع ذاته، أدري هل شرحتها من بعد؟ لا، لم أشرحها على ما أظن. التوافق الذاتي هو أن يكون الإنسان منسجما مع ذاته، وفيها مستويات. أولا، أن يعرف الإنسان نفسه. ثانيا، أن يثق الإنسان بنفسه. ثالثا، أن يقدر الإنسان على ضبط نفسه. فكل حاجة عندها دور، وكلها هي التي تتكامل لتعطينا التوافق الذاتي: معرفة النفس، الثقة بالنفس، فعالية النفس، الفعالية، والضبط، ضبط النفس، يعني القدرة على الصبر، القدرة على ولكن بالخصوص ضبط النفس أين تظهر؟ تظهر بالخصوص في ما شاع اليوم من الإدمان. فالإنسان الذي يدخن لا يستطيع أن يوقف التدخين بعد أن يصبح مدمنا عليه، عملية مؤلمة بالنسبة له، بمعنى أن الإنسان لم يعد يملك ناصية نفسه ليضبطها. ثانيا، التوافق الاجتماعي والقدرة على نسج علاقات راضية مرضية مع الآخرين، الاندماج، التفاهم، أن يفيد ويستفيد، أن يتعاون، القدرة على بناء حياة اجتماعية فيها التعاون، فيها التشارك، فيها، والطالب محتاج إلى التعاون. فعلا قد أرجع إلى هذه الفكرة، لأن أحسن طرق المذاكرة هي المذاكرة الجماعية، الاستعداد للامتحانات والمذاكرة، وأحسن طرق الفهم هو الفهم المشترك. لذلك يقول العرب من قديم مثال، يقولون: حفظ وقرين، لا، مناقشة سطرين خير من حفظ وقرين. يقول العرب: وقر هو الشواري، والشواري وقرين يعني من الكتب.
مناقشة سطرين خير من حفظ وقرين من الكتب. فلذلك مناقشة السطرين لا تتم، لا يمكن أن تتم إلا مع أشخاص آخرين. المعيار الثالث هو القدرة على الصبر والتحمل. هذا أيضا من معايير الصحة النفسية، أن الإنسان قادر أن يواكب ضغوط الحياة، أن يصبر لضغوط الحياة، أن يتجاوز ضغوط الحياة، أن يتحمل تلك المشاق وضغوط الحياة. وأخيرا المعيار الرابع وهو أعلى معايير الصحة النفسية هو القدرة على الشعور بالرضا، بالسعادة، بالطمأنينة الداخلية. هذا أعلى المعايير فعلا. إذن هذه المعايير الأربعة للصحة النفسية. كانت هناك من قبل، أنا بعجالة، كانت هناك من قبل في علاقة الصحة النفسية بالاضطراب النفسي، كانت هناك فكرة سائدة، وهي أن العلاقة بينهما هي علاقة خيطية. ما هي العلاقة الخيطية؟ هو نمضي أحسن المراتب هي الصحة النفسية الجيدة، والإنسان تنقص صحته النفسية الجيدة قليل إلى أن يرسل إلى مرتبة المرض النفسي. فالعلاقة بينهما خيطية، يعني نمضي من الصحة النفسية إلى المرض النفسي هكذا. لكن هذه التصور هو تصور متجاوز، ليس صحيحا ولا دقيقا. ما هو التصور الجديد؟ التصور الجديد هو علاقة مركبة. فمسار الصحة النفسية الإيجابية مختلف عن مسار الإصابة بالاضطراب النفسي، وذلك يعطينا أن الصحة النفسية، نذهب من صحة نفسية جيدة إلى صحة نفسية سيئة، لكن ستتقاطع مع الإصابة أو عدم الإصابة بالاضطراب النفسي. فلذلك الإنسان الذي هو غير مصاب بالاضطراب النفسي، يعني بمرض نفسي، يمكن أن يكون ذا صحة نفسية جيدة كما يمكن أن يكون ذا صحة نفسية سيئة. والمصاب بمرض نفسي أو اضطراب نفسي قد يكون ذا صحة نفسية جيدة كما قد يكون ذا صحة نفسية سيئة. والوعي بهذا التركيب بهذه الطريقة مهم جدا، لأنه يجعلنا نعيد النظر. وهذا الذي وقع بعد بروز هذه طبيعة العلاقة بين المستويين في الدراسات النفسية المعاصرة. منذ أيضا 30 أو 40 سنة بدأت الإرهاصات الأولى، ثم بعد تطورت إلى أن أصبحت الآن معطى، وهو صنوة. يعني نفس الشيء بالنسبة للصحة العضوية. الصحة العضوية نحيد نفسينا أو نفسيانا نديروا بلاصتها عضوي. صحة عضوية جيدة، صحة عضوية سيئة. بدون مرض عضوي ومصاب بمرض عضوي. الإنسان يمكن أن يكون عنده مرض عضوي وفي نفس الوقت يمكن أن تكون عنده صحة نفسية جيدة، أي يصبر، عنده اندماج اجتماعي، يشعر بالسعادة، يشعر بالرضا، فاعل إلى آخره، وخا هو مصاب بمرض عضوي معين. مثلا عنده مرض السكر، عنده مرض السكر يمكنه مع مرض السكري أن تكون عنده صحة نفسية جيدة. ويمكن لإنسان أن يوجد إنسان ليس عنده أي مرض عضوي، ولكن في نفس الوقت مسكين، ضعيف، مثالي، ما في اللي يتحرك، يعني هو ضعيف من حيث صحته العضوية عموما، ولكن غير مصاب بمرض عضوي. فهذه العلاقة المركبة الوعي بها شيء مهم جدا. ولذلك إنسان الذي مثلا معاق، عنده إعاقة معينة، مثلا لا يقف على رجليه لأن عنده إعاقة في رجليه، يمكن أن تكون عنده صحة نفسية جيدة، ويمكن أن تكون عنده صحة عضوية جيدة لأن الباقي كل شيء مزيان. ولذلك هذا الوعي به مهم مهم جدا.
طيب، بين المشكلة النفسية والمرض النفسي، المشكلة النفسية كتكون عندنا أعراض، وهذه الأعراض يمكن تدخل في مشاكل، يمكن تكون عندنا صعوبات التعلم مثلا أو اضطراب في التحصيل الدراسي، وهي ناتج عن مشكلة نفسية لا عن مرض نفسي. يمكن أن يكون عندنا مثلا الأعراض النفسية التي تمس التفكير أو العاطفة أو السلوك، يمكن أن يكون عندنا مثلا التوتر، فقدان الحماس، الحزن، أو ضعف التركيز أو غيره، وهي تكون مرتبطة بمشكلة نفسية فقط. لكن إذا وصلت إلى مستوى معين وتجمعت أعراض وكانت في الحدة ديالها مؤثرة، يمكن أن تحسب أنها مرض نفسي. كيف نعرف حدود المشكلة النفسية من المرض النفسي؟ شوف واش عندي هنا ولا لا. كيف نعرف حدود المشكلة النفسية مع المرض النفسي؟ من خلال معايير فيها الحدة، حدة العرض، لأن هذو كنسميهم أعراض، هذو أعراض نفسية. وهذه الأعراض النفسية يمكن أن تكون مؤشر على مشكلة نفسية، كما يمكن أن تكون مؤشر على مرض نفسي. وبما لا نعرف نميز المشكلة النفسية عن المرض النفسي بمعايير، المعيار الأول هو الحدة، مرتبطة بحدة تلك الأعراض. ثانيا المدة، عندما يكون حزن، وعندما يكون قلة التركيز مثلا، لكن عمرها فقط بضعة أسابيع، نقول نتحدث عن المشكلة النفسية. عندما تتجاوز مدى زمني معين تصبح طويلة المدى، آنذاك نخشى أن يكون مرتبطة بمرض نفسي، فنبحث عن أعراض أخرى التي تهدينا، نكون ما نسميه اللوحة السريرية، الطابلو كلينيك، اللوحة السريرية، والتي بها نعرف، نقوم بالتشخيص بالمرض النفسي. نفس الشيء بالأعراض العضوية، يعني يجب أن نعرف حاجة مهمة جدا، كل مرض عضوي فيه أعراض نفسية، وكل مرض نفسي فيه أعراض عضوية. فلذلك المشكلة النفسية والمرض النفسي يمكن أن تكون الأعراض العضوية هي التي تعبر عنها، أن يعبر عنها الجسم، أن يعبر عن الجسم بالأعراض العضوية مثل العياء، الصداع، اضطرابات مختلفة، وهي أيضا ينظر إليها من حيث حدتها ومدتها، من حيث تأثيرها على الأداء، أداء الإنسان، أداؤه الشخصي وأداؤه الاجتماعي وأداؤه الأسري وأداؤه الدراسي وأداؤه المهني. هذه المستويات الخمس من الأداء هي أيضا ندخلها في التشخيص لنعرف هل يتعلق الأمر بمشكلة نفسية أم يتعلق الأمر بمرض نفسي. وهذه هي العملية التي يقوم بها الطبيب، هي هذه المعايير يدخلها ويدمجها ويجمع الأعراض إلى أن تتكون عنده لوحات سريرية لطابلو كلينيك، لوحات سريرية، ومنها يمكن أن يبني تشخيصه لمشكلة نفسية أو لمرض نفسي. المشكلة النفسية كما قلت منذ قليل، والتي تنتج عادة عن الضغوط، والتي هي يمكن أن تجعل الإنسان يذهب للاستشارة النفسية ويحتاج فيها إلى الدعم النفسي، ولكن الدعم النفسي يمكن أن يقوم به أصدقاء، يمكن أن يقوم به مقربون، الأسرة، يمكن أن يقوم به مرشدون، ليس بالضرورة أن يكونوا مستشارين نفسيين، يعني متخصصين في الصحة النفسية أو اسمه. وعادة نلجأ لمواجهة والتعامل مع المشكلة النفسية أو مع الضغوط النفسية إلى 3 آليات رئيسية، هي التي أمامكم في هذا الجدول. أولا وقبل كل شيء، تغيير البيئة الخارجية. عادة نحتاج إلى أن ننظر في البيئة الخارجية، ما هي الأمور التي تسبب هذه المشكلة النفسية، عن طريق إذن تغيير البيئة الخارجية، تعزيز البيئات الاجتماعية الداعمة، وتخفيض الإشكالات في البيئة الخارجية التي تؤثر على الإنسان وتؤدي إلى بروز المشكلة النفسية، عن طريق إجراء تغييرات إما على مستوى الأسرة، إما على مستوى المدرسة، إما على مستوى الرفاق أو المجموعات التي يتفاعل مع الإنسان، إما على مستوى مؤسسات أخرى، المدرسة أو الجامعة. ثانيا تغيير البيئة المعرفية، وهذا يتوجه إلى الخطاط المعرفية الموجودة في ذهن الإنسان، كي تصبح أكثر عقلانية وأكثر منطقية في تفاعلها مع مسببات المشكلة النفسية، وذلك عن طريق إعادة النظر إلى المواقف المسببة للضغوط، وإعادة تعريف هذه المواقف
المسبب للضغوط. وأخيرا تغيير البيئة الشعورية الوجدانية، وهذا يتوجه إلى الجانب الوجداني، يعني اكتساب المرونة النفسية، كيف يكتسب الإنسان خلق الصبر والقدرة على الصبر، القدرة على التحمل، المرونة في التعامل مع الضغوط التي ترد من المحيط، وأيضا بعد الشعور الإيجابي، وسأرجع إلى هذه النقطة بعد قليل في الصحة النفسية الإيجابية، النظر إلى الأمور بنسبية من الناحية الوجدانية بنسبية، وتعزيز القدرة على ضبط العواطف وهكذا. يعني هذا غير مختصر في كيف نتعامل مع المشكلة النفسية. ما هي العلامات لدى الطالب التي يمكن أن تدل على أنه يعاني من مشكلة نفسية؟ هنا لا يمكن أن نجمع العلامات كلها، لكن كل ما يزعج، كل ما يؤلم، كل ما يجعل الطالب لا يؤدي المهام التي يجب أن يؤديها، فهي يمكن أن تكون دلالة على وجود مشكلة نفسية، وربما على وجود مرض نفسي. هذه نفسها يمكن أن تكون دلالة على وجود مشكلة نفسية، لكن أيضا يمكن أن تكون، إذا كانت حدة أكبر ومدة أكبر وتأثير أكبر على الأداء، مرض نفسي، وهذا المتخصص وحده هو الذي يمكن أن يميز بينها. أحيانا يوجد إهمال الواجبات الدراسية. طالب ذهب إلى الجامعة من مدينة إلى مدينة أخرى، سافر، اغترب، ثم في الأخير يهمل دراسته، لا يحضر المحاضرات، ترى لا يكتب ولا يراجع، لا يقرأ، ويحس بتراجع المستوى الأكاديمي، وهذا بالنسبة للتلميذ أيضا في الثانوي مثلا نفس الشيء، تراجع المستوى الدراسي، وهذا من العلامات التي يجب للآباء ولكن للطلبة أيضا في أنفسهم أن يلتفتوا إليها. هذا يدق ناقوس الخطر، تراجع المستوى. إنسان كان دائما في الدراسة دياله متفوق، فجأة في واحد السنة سنتين بدأ ينزل تدريجيا أو بسرعة على حسب، كل حاجة عندها علامة. إذا كان الهبوط تدريجي علامة على أمور، إذا كان هبوط سريع علامة على أمور أخرى. ثانيا يمكن أن يكون هناك ضعف التركيز، عدم القدرة على التركيز على متابعة المحاضرات والمذاكرات مع الأصدقاء مثلا، المراجعة، القراءة، في كل هذه الأمور يحس بتشتت الذهن وعدم الانتباه. لكن يمكن أن يكون هذا التشتت الانتباه أيضا في مرافق الحياة الأخرى، حتى في حياته عندما يريد أن يقضي أمور أخرى مرتبطة بعلاقات، بحاجيات، إلى آخره. ضعف الأداء والإنتاجية، وهو قليلا يرتبط بالمسألة الأولى، وهو تراجع التحصيل الدراسي، ولكن هنا علامة أخرى، وهي ضعف الحماس، تراجع الحماس، انخفاض مستوى الطاقة، تراجع الحماس لفعل ما يفعله عادة، من الذهاب لقاعة المحاضرات، للدرس، القيام ببحث معين، المراجعة، الحفظ، إلى آخره، مما ينعكس بطبيعة الحال على واجباته الدراسية. رابعا هناك العزلة، الميل للعزلة، وإنسان كان اجتماعي ثم فجأة في فترة من الفترات يصبح عنده ميل للعزلة وتجنب الأنشطة الاجتماعية، تجنب الرفاق والأصدقاء الآخرين، الانسحاب تدريجيا أو بسرعة من الحياة. هذه مؤشرات على أن هناك إذن مشكلة نفسية، وربما مرض نفسي على حسب الحدة. هذه الأمور التي ذكرتها، والتي هي فقط نماذج، وإلا فكل، كما قلت، كل شعور بالألم، كل شعور بعدم الارتياح، كل قلق، كل ارتباك غير موجود قبل، كل تغير في النفسية، في طريقة التعامل، أحيانا القلق، يصبح الإنسان عصبي أكثر من ذي قبل، يصبح لا يتحمل الآخرين مثلا، يصبح الشعور بالحزن
الشعور بعدم الارتياح، الشعور بالتذمر من الظروف التي يعيشها، أحيانا الانكفاء على الذات وغيرها. هذه كلها مؤشرات على وجود مشكلة نفسية وربما وجود اضطراب نفسي. الآن المداخل التي يمكن أن تمكن الطالب من تنمية الصحة النفسية الإيجابية، وهي نفس المداخل التي يحتاج الطالب إليها لتكون عنده صحة نفسية جيدة. بطبيعة الحال الآن أختصر، ربما في الأسئلة هناك أمور التي تحتاج إلى تفصيل يمكن أن نفصل فيه. هناك 4 محاور وهي محاور متداخلة ولكنها متكاملة في كيف أدوات تنمية الصحة النفسية. أولها اكتساب الفضاء الإيجابية. ثالثا تنمية الاندماج الاجتماعي. رابعا تطوير سياسات عمومية مناسبة لا يتجاوز الطلبة فقط، ولكن يمكن أن تتم على مستوى الجامعة، على مستوى الجمعيات، مؤسسات إلى آخره. أولا اكتساب معنى الحياة، ذلك أن أهم طريقة لاكتساب صحة نفسية جيدة وإيجابية هو أن يحس الإنسان بأن لحياته معنى، ليست فراغا، ليست بدون أهمية، ليست عبث، لا، أن يحس بأن عندها معنى. وبقدر ما يسمو المعنى بقدر ما تسمو الصحة النفسية الإيجابية. وهذا اكتساب معنى الحياة كمعيار من معايير الصحة النفسية، هذا كتب فيه عدد من ولكن بالخصوص أشير هنا إلى فرانكل، هذا فيكتور فرانكل الذي كتب هذا الكتاب مانز سيرش فور مينين، الإنسان يبحث عن المعنى، بحث الإنسان عن المعنى. لكن هذا كتاب واحد، عنده كتاب آخر ترجم إلى العربية إرادة المعنى أسس وتطبيقات العلاج بالمعنى، فيكتور فرانكل، هذا طبيب نفساني نمساوي وبلور هذه الفكرة، أهمية اكتساب معنى الحياة والشعور بالمعنى الحياة التي يعيشها الإنسان في الصحة النفسية. بل هو يذهب إلى أن العلاج في بعض الأمراض النفسية يمكن أن يتم من مدخل العلاج بالمعنى، يسميه العلاج بالمعنى، وهي مدرسة معروف. من بين الأمور يقول الإنسان يعيش بالمثل ويحيا بالقيم، لأن المعنى هنا هو ليس الأمور المادية وليس المصلحية، وإنما المعنى هو شيء يؤمن به الإنسان ليس لغرض شخصي ولكن لأنه يحبه، لأنه يشعر بأهميته فيتأثر به. هذه هي القيمة، القيم، القيمة والقيم، القيم هي أحلام للإنسان لذاتها، أحلام يحلم بها الإنسان يريد تحقيقها لذاتها، ليس لأنها تفتح له مجال مثلا الربح المادي أو الشهرة أو غيرها، لا، يحبها لذاتها. وهذا معنى دقيق، ولذلك اكتساب معنى الحياة هذا يعني شيء مهم جدا. ويقولون بأن أينشتاين يقول إن الإنسان الذي يعتبر حياته جوفاء من المعنى، خالية من المعنى، فهو ليس غير سعيد فحسب، ولكنه يكاد يكون غير صالح لأن يعيش. لأن فعلا إذا فقدت الحياة معناها الإنسان يفقد لذة الحياة، يفقد الشعور بالحياة، يفقد التمسك بالحياة. المعنى هو الذي يعطي لحياة الإنسان رفعة وسمو. فالصحة النفسية يجمع علماء ما يسمى بالصحة النفسية الإيجابية،
سونتي مونتال بوزيتيف، هذا تخصص داخل علم النفس. هناك علم النفس الإيجابي، تخصص خاص، ويعتبر العلاج بالمعنى واكتساب المعنى من جزء من الصحة النفسية الإيجابية. ولذلك علماء النفس يفرقون بين 3 أمور: بين الحياة الممتعة التي يحس فيها الإنسان بالمتعة، فالمتعة هنا تحيل بالخصوص على الأمور المادية، فالإنسان فيها يستمتع فعلا بالمتعة المادية، ولكن هي متعة. الإنسان عندما ينجح في الامتحان يحس بالفرح، لكن فرح وليس السعادة. هناك فرق بين الفرح وبين السعادة. الإنسان عندما مثلا يشارك في مسابقة ويربح أموال، نقول يحس بالفرح الشديد، ولكن هي ليست السعادة التي نعنيها هنا، التي هي أعلى معايير الصحة النفسية. إن السعادة تكون ثابتة غير مرتبطة بالأمور المادية. السعادة ثابتة، هناك الفرح هناك السعادة. صحيح الفرح يساعد على السعادة، ولكن يمكن أن تكون هناك سعادة ولو لم تكن هناك أمور فعلا تؤدي إلى ذلك الفرح الكبير. إذن الحياة الممتعة، وهناك الحياة الجيدة، وهو الإشباع الكامل للإنسان في عدد من المتع المادية وحتى المعنوية. ولكن الحياة ذات المعنى هو ارتباط بما هو أكبر، معنى غير مادي. وكما قلنا، المعنى الذي يحس به الإنسان في حياته دون أن يشعر بأنه يربح من ورائه شيئا إلا الشعور بالسعادة. وهنا أريد أن أشير إلى أن هناك بعض الكتاب الغربيين، عالم نفسي أمريكي آخر ذو أصول أوروبية ولكن هو أمريكي، عنده كتاب اسمه فلو. فلو بالإنجليزية هو الاستغراق، ويعتبر هذا قمة السعادة. الفلو هو الاستغراق في متعة من المتع غير مادية بطبيعة الحال، وإن كان عندها بعض العلاقة بما هو مادي. أعلى درجتها هو الإيمان في الحقيقة، أن الإنسان يغرق في متع روحية، بين قوسين على استعمال هذا اللفظ، متع إيمانية ترفع به، لا يرتبط بأمور مادية. ولكن أيضا حتى مثلا الفنان الرسام عندما يستغرق في رسم لوحاته ويشعر بالمتعة، وينسى أن يأكل وينسى أن يشرب، وقد لا ينام الليلة كلها لأنه مستغرق لتحقيق متعة ليست مادية، وإن كانت مرتبطة بالجانب المادي، ولكن هي في عمقها ليست مادية، وإنما هي لذة يحصل بها، يشعر بها في صميم فؤاده ونفسه. فهذا يعطينا، يقربنا لما يعني به علماء النفس بالمينين هنا، يعني المعنى. كيف يمكن اكتساب معنى الحياة؟ يمكن اكتساب معنى الحياة من خلال أدوات عديدة، لكن من بينها لكن من بينها مثلا القيام بما فيه العتبة، المتعة المعنوية، ما يعطي الشعور للإنسان بأهمية الذات، جميع الأمور ذات البعد المعنوي، مثل المعرفة مثلا. المعرفة هي بعد معنوي. كثير من العلماء لا يبحث عن العلماء الحقيقيين، لا يبحث عن الربح المادي، ولكن يبحث عن متعة الوصول إلى اكتشاف، النجاح في ذلك الاكتشاف، فينسى نفسه وينسى حياة بكل ما فيها في سبيل أن يصل إلى ما يحلو به. الشغف، يعبر عنه بالشغف بأمور ذات أهمية تعطي لحياة الإنسان القيمة وتعطي لها المعنى. إذن هذا المتعة المعنوية من خلال هذا الشغف بأمور فيها المعرفة، فيها التعلم، فيها الإيمان، فيها الفن، فيها وهكذا. ثانيا الحياة الاجتماعية،
نفع الآخرين، إسداء المعروف للآخرين، العيش مع الآخرين، الحب، الحنان، الدفء، دي كلها الحياة الاجتماعية بمختلف أبعادها المعنوية. المعنوية هي أيضا تجعل تعطي للإنسان روح، وتعطي للحياة قيمة، وبالتالي تعطيها معنى. طيب، وقد قلت بأن الإيمان هو أعلى درجات الإعطاء باتفاق جميع علماء النفس المعاصرين، ولكن نحن نعرف هذا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان منصوص عليه، يعني شيء مراد مهم جدا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أن تجعل القرآن في الدعاء، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. الربيع هنا هو ما في الربيع، ما في الخضرة من متعة معنوية عالية، هي قرة عين، إلى آخره. إلى آخره. طيب، ثانيا، هذا الأول، هذا كله اكتساب المعنى اللي هو شيء مهم. ولذلك عندما نريد نصل إلى الصحة النفسية الإيجابية، يجب أن نعطي لاكتساب معنى الحياة دورا مهما جدا. ولذلك أقصر الطرق هو الإيمان في الحقيقة. أقصر الطرق هو أن يشتغل الإنسان، أن يدخل في حياته عدد من وسائل تنمية الإيمان، هي العبادة، واللي هي الدعاء والذكر إلى آخره، لأنها تساعد على رفع مستوى هذا المعنى في الحياة. ثانيا، تنمية الخصال والفضائل الإيجابية. تعرفون بأن أصعب شيء على الصحة النفسية هو السلبية، السلبية على جميع المستويات. لذلك الشعور الإيجابي، التفكير الإيجابي، الفعل الإيجابي مهم جدا في الصحة النفسية. واليوم كاين مدارس كاملة تبنى على الإيجابية، مدارس كاملة، وهناك وسائل لتنمية الصحة النفسية، وسائل مبنية على فكرة رفع المستوى الإيجابية وتنمية الخصائل والفضائل الإيجابية في هذا الإنسان. إذن فيها ثلاث أمور: التفكير الإيجابي والشعور الإيجابي والممارسات الإيجابية. أولا، التفكير الإيجابي فيها عدد من الوسائل التي يمكن أن يعي بها الإنسان وأن يسلكها لتنمية هذا التفكير الإيجابي عنده. أوله هو التركيز على الأمور الجيدة الإيجابية. دائما عندما تجد أمر إيجابي ركز عليه، استفد منه، استغرق فيه التفكير عن التفكير، وتجنب التركيز على الأمور السلبية، سواء كانت سلبية الماضي أو سلبية الحاضر أو حتى سلبية المستقبل. تحويل الفشل إلى دروس. دائما الوعي بأن كل سقوط في الامتحان أو فشل في مهمة أو غيره يمكن أن يحول إلى نجاح عن طريق الاستفادة من الدروس التي فيه. فليس الفشل نهاية العالم، إنما يجب أن تعتبره حلقة من حلقات الإقلاع مرة أخرى. بهذه الطريقة تحول ما يمكن أن يكون فيه أمور سلبية إلى أن تصبح أمور إيجابية، أمور للانطلاق. وأخيرا، يجب تجنب التعامل مع الأشخاص السلبيين والتركيز على التعامل مع الأشخاص الإيجابيين. احرص على أن تكون لك علاقات مع الأشخاص الإيجابيين. المشاعر الإيجابية هي أيضا مهمة، فيها كثير من الأمور، فيها الامتنان مثلا. الامتنان، دائما الإنسان يجب أن يشعر بنعم الله في الوجود، أن يشعر بما يسدى إليه من معروف من طرف الآخرين فيمتن، فيشعر بأن عنده الحظ، أن عنده عينين. كثير من الناس لا يرون، لا يقرؤون، يخصهم برايل باش يقرأوا، يحتاجون إلى برايل. نحن نمشي على رجلينا، كثير من الناس مقعدون لا يستطيعون المشي، يحتاجون إلى مساعدة، يحتاجون إلى متكأ، يحتاجون إلى كرسي للاستعمال إلى آخره. إذن هناك، هذا هو الامتنان، يشعر بالنعم. وكثير منا ينسى النعم التي يسبح فيها، يغرق فيها، وبمجرد ما تبان شي حاجة سلبية صغيرة تستغرق عليه تفكيره وتصبح هي المسيطرة عليه وتستغرق مشاعره. ولكن الصحيح أنه
الامتنان هذا شيء مهم، ولذلك نحن كمسلمين السورة التي فرض علينا أن نقرأها 17 مرة في اليوم في كل ركعة ركعة هي سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين، هذا امتنان كلمة الحمد. فلذلك الإنسان يجب أن يشعر دائما بالامتنان وأيضا بالتفاؤل، دائما خالط الأشخاص الإيجابيين كما قلنا، ليس فقط لتستفيد منهم التفكير الإيجابي ولكن لتستفيد منهم أيضا الشعور الإيجابي، التمتع بالتفاؤل بالمستقبل، دائما افتح باب التفاؤل ولا تكن متشائما، ولو كانت الأمور صعبة فدائما الله سبحانه وتعالى يفتح باب الأمل. طب الحال الحب، تعبير بالمودة والمحبة لمن معك في الأسرة أو في غيره، وهو يحتاج إلى المسامحة والتغاضي والتعبير أيضا الشفهي، وأخيرا الرضا، أن يرضى الإنسان بما قسم الله له ويرضى بما هو فيه. ولكن الرضا لا يحتاج، لا يعني أن يرضى الإنسان بالدون، لا، الرضا من حيث العموم، ولكن الجد ليكتسب الإنسان المزيد من المعرفة والمزيد أن يكون أحسن، من المزيد من الصحة وهكذا. هذا يعني الإيجابي، قلنا الأولى هي التفكير الإيجابي، الأفكار الإيجابية، ثاني مشاعر إيجابية، ثالثا الممارسات الإيجابية. والممارسات الإيجابية معنية مبنية على فكرة اللي هي التي بنيت عليها ما يسمى بالعلاج المعرفي السلوكي، هو في الحقيقة العلاج السلوكي بني عليها، هو أن الفعل في الواقع يؤثر على الإنسان، يؤثر على الأفكار ويؤثر على الشعور ولو كان فعلا. ولذلك مداخل تغيير ما بالنفس ثلاثة، مكونات النفس هي دي، الجانب الفكري، الجانب الشعوري، الجانب الشعوري العاطفي، والجانب السلوكي. مداخل التغيير مع النفس هي هذه، المدخل الفكري، المدخل الشعوري والوجداني، والمدخل العملي والسلوكي. إذن قلنا المدخل الفكري، المدخل الوجداني، هذا المدخل العملي السلوكي، الممارسات الإيجابية. الممارسات الإيجابية فيها خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا وضعه أحد علماء النفس، هو الذي وضع هذا لما يتحدث عن الممارسة الإيجابية التي يمكن أن تؤدي إلى الراحة الإيجابية والشعور الإيجابي. هي أولا النشاط، كن نشيطا، كن فاعلا، أشبع عطشك المعرفي، تقاسم مع الغير، أنسج العلاقات، كن فيها عملي. وإذا رأيت نفسك عاجز عن نسج العلاقات، ابدأ بنسج العلاقات كي تكسر تلك الحلقة المفرغة. إذا رأيت نفسك غير نشيط، ابدأ بأنشطة صغيرة ثم بعدها تتطور لأنشطة كبيرة. ابدأ، اكسر الحلقة المفرغة عن طريق البدء ولو في النشاط الصغير ولو كان متعبا. ولذلك في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه صحيح، فيه إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، أي إذا أردت أن تكون حليما صبورا فعندما يأتيك موقف بوعي منك اضغط على نفسك لتكون حليما، حتى لا ترد بغضب، حتى لا تسيء الخطاب، حتى لا تتوتر، اضغط على نفسك، تدرب، هذا مجال تدريب ذاتي. لذلك هذه الأمور كلها يتدرب عليها، وعن طريق هذا التدريب، هو هذا تدريب على دال سيليغمان، هذا هو عالم النفس الأمريكي الذي بدأ ما يسمى بمدرسة علم النفس الإيجابي، سنتيمونتال بوزيتيف، وعنده كتب في السعادة وفي علم النفس الإيجابي، هو المرجع، بدأ هذا في السبعينيات من القرن الماضي، يعني تقريبا الآن 50 سنة. يقول في كتابه السعادة الحقيقية، عنده كتب مترجم للعربية وموجود يمكن تحميله بسهولة، اسمه السعادة الحقيقية سيليغمان، يقول بالتدريب الكافي والمثابرة والتدريس الجيد وصدق النية يمكن لهذه الفضائل أن تمد جذورها وتنمو. اسمه الفضائل، ويسمونها الفضائل، وعنده لائحة الفضائل التي يعتبرها الفضائل الصحة النفسية، عنده في كتابه السعادة الحقيقية. وكما قلت
هو ما ورد في الحديث: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، يعني تصنع الحلم، تصنع الحلم. ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتقي الشر يوقه. يعني من يتحرى الخير هو هذا نفس الشيء، في ما شفتي الخير حاول دير، واخا دير غير شويه، إلا ما عندكش الحماس دير واحد شويه بعدا، لان ستتدرب عليه. التدريب، والتدريب هو هذاك التكرار، التدريب فيه البدايه بالصغير والتكرار والانتقال الى الكبير. وفي الحديث، وفي حديث اخر: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذه كلها فيها اصطناع، فيها التدريب، التدريب على العفاف، والتدريب على الاستغناء. لأن هنا يقول: ومن يستغني يغنيه الله، يعني الغنى النفس، غنى النفس في القلب، غنى يأتي من الاستغناء، أي من يعني من اصطناع هذا الاستغناء. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا هو الجهاد، وهذا هو محاولة اصطناع تلك الفضائل، وتسنم الدرجات فيها تدريجيا إلى أن تصبح سليقة لدى الإنسان. وأخيرا ها، تحسين نمط، دائما نحن في تنمية الخصائل والفضائل الإيجابية دائما. قلنا في الأولى اكتساب معنى الحياة، قلنا في الثانية فضائل، اكتساب الفضائل الإيجابية سواء كانت أفكارا أو مشاعر أو سلوكات، قلنا ثالثا التدريب عليها، وأخيرا تحسين نمط الحياة. وهذا يفيد الإنسان في حياته، في صحته العضوية، كما يفيده في صحته النفسية. وهي أربعة أمور بالخصوص، أربعة أمور بالخصوص. ولكن يمكن أن نتصور أن يعني أمور أخرى، ولكن هذه هي الأهمية. الأول تناول طعام صحي متوازن، متوازن، ليس المهم فيه هو الكثرة وإنما الجودة، التوازن، التركيز بالخصوص على الخضر والفواكه، وإعطاء حصة للأسماك. ثانيا شرب ما يكفي من الماء، لتر ونصف إلى لترين، نحن ننسى عادة شرب الكثير من الماء. ثالثا ممارسة نشاط بدني، رياضة منتظمة، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للشباب والطلبة، أن تعطي وقت في الأسبوع لممارسة نشاط بدني ولو مرة واحدة في الأسبوع. هو الأصل 3 مرات، ولكن إن لم تستطع إلا مرة واحدة وهو مؤثر على الصحة النفسية. وأخيرا العناية بالنوم، لأن النوم مهم أيضا، النوم الجيد، وتعزيز الصحة النفسية على المستوى الاجتماعي. تحدثنا عن تعزيز النفسية على المستوى الفردي، ما تحدثنا عنه سابقا هو على المستوى الفردي، لكن يمكن أن نقول تعزيز الصحة النفسية على المستوى الاجتماعي فيه نقطتين: فيه أولا الانتماء، فيه ثانيا العطاء. الانتماء والعطاء، أولا الانتماء، الانتماء هو الشعور بانتمائك إلى شيء. بعد كل شيء، هذه الأفكار كلها هي أفكار انتهى إليها متخصصون في علم النفس، وركزوا عليها في كتاباتهم. أعطيتكم نموذج للكتابات التي يمكن أن تجدوها وهي قريبة، قراءتها مفيد. الانتماء يعني الانتماء إلى شيء، انتماء إلى وطن، انتماء إلى مجتمع، انتماء إلى أسرة، انتماء إلى مجموعة، انتماء إلى آخره. لأن الإنسان مجبول، هو اجتماعي كما يقول الفلاسفة من قديم، الإنسان اجتماعي بطبعه. والانتماء يدخل مجموعة من، يؤدي إلى مجموعة من النتائج، أولها التواصل مع الآخرين وبناء العلاقات معهم. بقدر جودة هذه العلاقات بقدر ما تؤثر إيجابيا على الصحة النفسية. والانتماء يعني التفاعل الاجتماعي يؤدي إلى عدد من الأمور إيجابية على الصحة النفسية. هذا
يجب الإنسان أن يهتم به، ويجب حتى الأسرة بالنسبة لأبنائها أن يهتموا به، ويجب حتى المؤسسات أن تهتم به، مثلا الجامعة مثلا إلى آخره، أن يهتموا بهذا. فهو يساعد على الشعور بالانتماء، يساعد على تعزيز تقدير الذات، ولكن يؤدي إلى القدرة على تلبية الخبرات الذاتية والمشاعر الإيجابية ويقوي الروابط الاجتماعية. ثانيا العطاء. جميع الدراسات تقول بقدر ما تعطي بقدر ما تشعر بالسعادة، بقدر ما تفيد الآخرين بقدر ما تشعر بالرضا، وهذا يجب أن ننتبه له. تعطي ليس بالضرورة مالا، يمكن أن تعطي مالا حتى هو جيد، لكن يجب أن تعطي كلمة طيبة. الحديث الكلمة الطيبة صدقة، تعطي كلمة طيبة تساعد الإنسان في دراسته، تعطيه معلومة، تعطيه خبرة، تعطيه كتاب، وهكذا. تعطيه وقت، الوقت لا مهم، وقد تعطيه مالا إذا احتاجه، أو مساعدة مادية أخرى بأي شكل من الأشكال، لكن العطاء هو في حد ذاته مهم، والإنسان مبني على أن يشعر بالرضا وبالسعادة عندما يعطي، وبالتالي تتحسن صحته النفسية. وأيضا العطاء متفاعل مع الانتماء، لا انتماء بدون عطاء، لا انتماء بدون عطاء، لأن العطاء عندما يكون هناك انتماء يتعزز الانتماء بأن يعطي الناس بعضهم البعض، يعطون المشاعر الإيجابية، الحب، يعطون المساعدة، يعطون الدعم، الدعم بكل أنواعه، المعنوي، النفسي، المادي وغيره. فلذلك العطاء هو أيضا من الوسائل المهمة للشعور بالصحة النفسية. ولذلك في الوسط الشبابي وخصوصا لدى الطلبة، لا بد أن نعتني بالعمل الجماعي بين الطلبة، المذاكرة الجماعية، الرياضة الجماعية، النزهة الجماعية، التعاون، هذا شيء مهم لأنه يساعد على صحة نفسية جيدة، ويعطي للإنسان المناعة النفسية والقدرة على الصبر على المطبات وعلى الإشكالات النفسية. وكذلك العطاء، فالعطاء هو يرجع على الإنسان رضا، رضا وسعادة وقدرة على، وأيضا الشعور بمعنى الحياة. هذا من بين أدوات وطرق الشعور بمعنى الحياة. إذن هذه هي أهم الأفكار التي أردت أن أدلي بها بينكم. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه الخير، وربما عن طريق النقاش يمكن أن نضع اليد وأن نناقش أمور أيضا مهمة أخرى. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، شكرا جزيلا لكم دكتور على هذه المحاضرة القيمة والرائعة. ما سخيناش صراحة، نزيد تكمل يعني ما شاء الله، يعني أفكار مهمة جدا، أحييكم عليها يعني، ونشكركم جزيل الشكر. طبعا يعني سنفتح المجال للحاضرين معنا للتفاعل، سواء بأسئلة كتابية أو بأسئلة، يعني لمن أراد أن يتدخل يمكن رفع اليد من أجل باش نأكتيفي ليه الميكرو ديالو إن شاء الله تعالى من أجل التفاعل. أذكر بأهم ما جاء في المداخلة في انتظار أن نتوصل بالأسئلة الكتابية أو الشفوية لمن أراد طرح الأسئلة. أشار الدكتور لأهمية التمييز بين الأمراض والمشاكل والصحة النفسية في إطار ذلك الهرم الذي قدم لنا، تحدث لنا أيضا عن معايير الصحة النفسية الأربع، يعني التوافق الذاتي والاجتماعي والقدرة على يعني الصبر والتحمل، ثم الشعور بالرضا والسعادة. كما أنه يعني أشار إلى التعامل مع المشكلة النفسية عن طريق تغيير البيئة الخارجية والبيئة المعرفية، والتغيير أيضا البيئة الشعورية. وختم مداخلته الجميلة والرائعة بالإشارة إلى مداخل التنمية الأربع، مشيرا إلى اكتساب معنى الحياة، ثم تنمية الخصال
والفضائل الإيجابية، ثم تنمية الاندماج الاجتماعي، وأخيرا تطوير سياسات العمومية مناسبة في هذا السياق. يعني شكرا جزيلا مجددا لكم دكتور. يعني بدأت بعض الأسئلة تصل. السؤال الأول حول يعني مدى ارتباط يعني الصحة النفسية، وقد أشرت دكتور إلى يعني مسألة النوم، يعني كيف يمكن التعامل مع الأحلام المزعجة، وبالتالي الإنسان ما يستطيعش أنه يعني ينام جيدا. دونك هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيفية تنمية مفهوم المعنى لدى الأبناء منذ الصغر؟ ما عرفش دكتور واش تبغي تجمع الأسئلة، ولا نبدا نطرح عليك سؤال بسؤال وتتفاعل، يعني يعني شنو الطريقة اللي تحبذ التفاعل مع الأسئلة؟ جمعوا أحسن، جمعوا أحسن. نعم، ممتاز. السؤال الأول، عاود اسمح لي، عاود لي السؤال الأول. ملخص السؤال الأول حول يعني ذكرتم أهمية النوم، وكاين الإشكال ديال يعني دوك الأحلام المزعجة ما كتخليش النوم باش يكون مستقر وثابت. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيفية تنمية مفهوم المعنى اللي هضرتوا عليه لدى الأبناء منذ الصغر؟ السؤال الثالث، ماذا يجب أن يفعل الطالب عندما يرى نفسه وحيدا في الجامعة رغم أنه لم يصب بأي مرض نفسي؟ السؤال الخامس، هل التغذية لها دور في الصحة النفسية؟ وهناك رغبة في سؤال شفوي. سي وليد، نعطيك سي وليد باش تتكلم. تفضل سي وليد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل كل شيء يعني شكرا جزيلا للدكتور سعد الدين العثماني على محاضرته القيمة والرائعة جدا، ومشكور أيضا للأستاذ السي محمد الغزيلي على تفاعلكم معنا وعلى تنظيم هذه الدورة. يعني سؤالي كالتالي، يعني أنا بصفة طالب بسلك الدكتوراه، يعني معظم بحثي بسلك الدكتوراه أقوم به ليلا، يعني أسهر الليالي. هل هذا يعني مزعج يعني للراحة النفسية، رغم انني لا يعني اجد راحتي في يعني الـ يعني الـ يعني الـ في العلم ليلا اكثر يعني صباحا؟ وهذا يعني التساؤل، يعني انا الاغلبيه يعني البعض ينصحني بانه يجب يعني الدراسه صباحا احسن من السهر ليالي، ولكن دائما ما احاول ان ادرس صباحا، لكن دائما ما اجد هناك يعني اجد مشكل فيه في التفاعل مع ما اقوم به من في العلم. وشكرا جزيلا لكم. شكرا الطالب وليد والخبير في المياه وفي التغيرات المناخية، شكرا لك أخي. سؤال آخر، كيف يمكن أن نحافظ على الصحة النفسية خاصة للأطفال مع هذه وسائل التواصل كالإنترنت؟ سؤال آخر، كيف يمكن تجاوز المعيقات النفسية التي يمكن أن تؤثر سلبا على الباحث على المستوى السوسيولوجي؟ سؤال آخر، كيف يمكن يعني تحقيق التوازن بين البحث العلمي والمسؤوليات الاجتماعية، سواء الوظيفة العمومية أو مثلا مسؤولية البيت لدى النساء؟ سؤال، لم أفهم أستاذي كيف يتم تغيير الخطاط المعرفية لعلاج المشاكل النفسية؟ سؤال آخر، ماذا يمكن أن نسمي الفوبيا التي تصيب بعض الطلبة وأنا منهم كلما فكرت في التوجه للبحث أو المطالعة مما يجعلني أتنازل عن الفكرة؟ كيف يمكن تجاوز بعض الأساتذة اللي كيوبخوا عندهم طبع استعلائي وما تيعطيوش حق الرد والتفاعل؟ هل فقدان شغف البحث والمذاكرة مؤشر بالضرورة على وجود مشكلة نفسية؟ سؤال آخر، كيف يمكن أن أمنع نفسي من التفكير في إتمام الأعمال أثناء النوم؟ غادي نزيد جوج أسئلة أخرين ونعطي الفرصة للدكتور.
سؤال ما أشرت على الأحلام، جاوب بزاف الأسئلة على الأحلام دكتور. ما علاقة الأحلام أيضا بالواقع المعيشي؟ أعتقد حجزت بزاف أسئلة على الأحلام. ثم السؤال الأخير باش نعطيك فرصة تجاوب على الأسئلة كاملة، ثم إذا كان ديك الساعة الوقت نزيد أسئلة أخرى. متى نلتجئ إلى الطب النفسي؟ تفضل دكتور. طيب، شكرا جزيلا على هذه الأسئلة يعني الغنية والغزيرة غزيرة. بطبيعة الحال لن أقول بأن سأجيب عن جميع الأسئلة، هذا يعني بعمق بطبيعة الحال، لكن سأحاول أن أقارب هذه الأسئلة. قضية النوم مهمة، النوم مهم للصحة النفسية للإنسان، كما أن النوم مهم للصحة العضوية. أن ينام الإنسان بالليل ولا يكثر السهر، هذه القاعدة. بطبيعة الحال دائما هناك استثناءات في الناس، هناك دائما استثناءات، ولكن الإنسان يجب ألا كثرة السهر لسنوات مثلا، هذا يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات على صحة الإنسان العضوية والنفسية. لكن أن يكون السهر في بعض الفترات مؤقت أو شيء مثل هذا، هذا ممكن أن يتحمله الإنسان، ودرجة التحمل تختلف من شخص إلى آخر. لكن المهم هو أن الإنسان يجب أن يحافظ على تركيزه وعلى قدرته على العمل وعلى المذاكرة مثلا إذا كان طالب، أو العمل إن كان يعمل بالنهار. إذا كان يحتفظ بهذا فهذا جيد، ولكن كيف يمكن أن يحافظ على تركيزه بالنهار وهو لم ينم بالليل؟ هناك مشكلة. طبيعة الحال لا يمكن أن نضع عدد ساعات النوم بالليل أن نضعها بطريقة يعني حديدية، يعني نقول مثلا الجميع يجب أن ينام 8 ساعات مثلا. لا، الناس يختلفون، الواحد وطبيعته. كاين الذي يحتاج إلى 8 ساعات في الليلة، وكان الذي يمكن أن يكتفي ب6 ساعات ويكون جيد. فهذا يجب الإنسان أن يجربه في نفسه حتى يعلم. أما الأحلام المزعجة فهذا شيء يجب أن نرى ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأحلام المزعجة. هل السهر في حد ذاته يمكن أن يكون سبب في الأحلام المزعجة، أم أن هناك إشكالات أخرى نفسية؟ لأن النوم يجب أن يكون نوما مستغرقا، ويجب أن يكون عميقا، ويجب أن يكون مريحا مريحا. إذا لم يكن النوم مريحا معنى ذلك ليس النوم جيد، وهنا يجب أن نبحث عن الأسباب. هذا يحتاج إلى البحث عن أمور أخرى، هذا يحتاج إلى متخصص. بس أنا ذاك يمكن أن، لأن كل واحد عنده أسبابه، ليس هناك وصفة للجميع، لا، وإنما هي كل شخص نبحث عن السياق. مثلا هناك من نصحه بالرياضة، فإذا أدخل برنامج رياضي في حياته وخصوصا في المساء مثلا نصف ساعة إلى 40 دقيقة يوميا من الرياضة في السادسة، يتحسن نومه، لأن النوم مرتبط بماذا؟ بالتعب في النهار، التعب البدني. وبقدر ما يتعب الإنسان نهارا بقدر ما تزداد جودة النوم، بقدر ما يقل نشاط الإنسان في النهار إذا كان ينام مثلا أو لا يتحرك إلا قليلا، فهذا يمكن أن يؤثر في جودة النوم بالليل. لأن الإنسان خلقه الله يجب أن يعمل ويشتغل ويكد ويتعب بالنهار، وبينهما تفاعل. كيفية تنمية مفهوم المعنى لدى الأبناء؟ هو مفهوم المعنى، أولا يجب الآباء يكون عندهم هما هذا المعنى في حياتهم. إذا كانوا هما يشعرون بالمعنى في الحياة وتصرفون على هذا الأساس، تنتقل الأمور كأنها عدوى إلى الأبناء، فهو حيث قلتي واحد نوع من التأثر. لذلك إذا أولا الآباء يجب أن يعطوا
ثانيا التربية يجب أن تزرع القيم، والقيم هي المرادة لذاتها كما قلنا. القيم وفي مقدماتها بل في أولها هي الإيمان. بقدر ما تزرع الإيمان أو القيم الأخرى الإنسانية، بقدر ما ترتفع درجة الشعور بالمعنى لدى الأبناء. ماذا يجب أن يفعل الطالب عندما يرى نفسه وحيدا في الجامعة رغم أنه لم يصب بما يرد نفسه؟ ما عرفت أنه وحيدا، كل شيء خصو تدقيق. مرض نفسي، بماذا ستعرف أنك غير مصاب بمرض نفسي؟ راه كاين اللي غادي ما عرفش بأنه مريض وهو مريض، نعرف. هذا يحتاج إلى تدقيق. ما معنى يرى نفسه وحيدا؟ يعني يعيش وحيدا منعزلا، يعني لا يتفاعل مع الآخرين. يجب أن نرى معايير أخرى، هل يؤثر هذا على دراسته أم لا يؤثر على دراسته؟ كيف يتصرف في أسرته وفي المدينة التي جاء منها؟ كيف؟ إذن هناك بحث في هذا الموضوع، ليس هناك معلومات غير كافية. التغذية مهمة بالنسبة للصحة النفسية، التغذية المتوازنة مؤثرة في الصحة النفسية. وفي التغذية نبحث حتى بعض النقائص التي يمكن أن تكون عند الإنسان. يمكن تكون بعض الأملاح المعدنية ناقصة في الجسم، يمكن أن يكون بعض الفيتامينات ناقصة في الجسم، وخصوصا فيتامين دي، وهو الذي من الشائع أنه هناك نقص لدى كثير من الناس. وهو عندما يكون ناقصا في الجسم يؤدي إلى عدم الارتياح وإلى المزاج السيء، ومن غير تأثيرات الأخرى مستويات، يؤثر على المناعة، يؤثر على العظام وهشاشة العظام، ولكن يؤثر على المستوى النفسي وعلى الشعور النفسي. فإذا التغذية مهمة جدا أن تكون متوازنة. السهر في البحث، ما عرفتش جاوبت على هذه القضية. السهر في البحث، لا، الإنسان هو اللي كيعرف راسه. كل إنسان يعرف نفسه، يمكن أن يرى هل يمكن أن يسهر أو لا يسهر. لكن بعض السهر لا يضر، السهر أحيانا لا يضر. الإنسان يمكن أن يستدرك، ما دام الإنسان شاب وبقي عنده القوة يمكن يسهر بعض الليالي، يمكن إذا كان ضروري. بطبيعة الحال كلنا سهرنا في امتحانات، وكلنا سهرنا في أمور ماشي غير امتحانات. في أسفار مثلا، عندك سفر وغتمشي في الطائرة، والطائرة ستغادر في الواحدة أو الثانية ليلا، فهذا السهر. السهر اللي كيجي واللي هو ضروري لا حرج فيه، ولكن الإنسان ما يكونش السهر هو الأصل في حياته. لكن كلما وجد طريقا ليرجع إلى توازن اللي هو عادي، يرجع إلى توازن يعني. كيف نحافظ على الصحة النفسية للأطفال أمام الإنترنت؟ وهذا سؤال يخصه محاضرة خاصة. التعامل على الإنترنت هذا جانب من الجوانب. يجب ملء حياة الأطفال بأنشطة أخرى، بأمور أخرى تشغلهم عن الاستغراق في الإنترنت وحده. وهذه عبقرية التي يجب أن تكون عند الآباء، ولا يبحثوا على أصدقاء يدمجوا فيه، ولا جمعيات اللي يمكن تدير تنشيط ديال الأطفال، ولا يديروا سفر، وخا يديروا هذاك السفر فقط لإبعاد الطفل على الإنترنت أو إلى آخره. إذا نحتاج إلى واحد مقاربة معينة متكاملة التي تجعل الحياة تملأ حياة الطفل بأنشطة ممتعة أخرى أو مفيدة، والتي يمكن تغيير الخطط المعرفية. الخطط المعرفية هادشي اللي كيديروا في العلاج المعرفي. العلاج المعرفي هو تغيير ما بين النفس من أفكار، في النظر إلى منو هذه القضية السلبية، الأفكار السلبية مسيطرة على الأفكار الإيجابية. فإذا الخطط المعرفية هي هذه، كيفاش كنظروا لواحد الإشكال معين، ونكتشف أن هناك في طريقة نظرنا ومقاربتنا لذلك الإشكال أخطاء يجب أن تصحح معرفيا، أخطاء في النظر. الفوبيا كلما توجهت للمطالعة، وهذا محتاج إلى الفوبيا هذه ولا ماشي فوبيا، هذا يحتاج إلى تشخيص هذه القضية. لأن الفوبيا اللي هي الرهاب، تسمى الفوبيا هي الرهاب بالعربية، الترجمة ديالها الرهاب. الرهاب هذا مرض نفسي يعالج، عنده علاج، شيء صعيب. لكن يجب أولا القيام بالتشخيص، هذا يحتاج إلى الرجوع إلى متخصص. شوف متخصص باش هو يشوف معك واش هو فعلا فوبيا ولا قلق، ولا شنو هو، وشنو وراء هاد العزوف، يعني لا الهروب من المطالعة، هو الهروب فوبيا. جيني فلذلك، واش كاين فوبيا حقيقة الرهاب؟ واش من نوع، أي نوع من الرهاب؟ أو هو مرتبطة باضطراب قلق؟
معيه او مضطرب باكتئاب، مرتبط باكتئاب، لان الاكتئاب يمكن ان يتعب. هذا يحتاج الى تشخيص مباشر، هي عمليه فنيه، التشخيص عمليه فنيه يقوم بها الطبيب النفسي بالخصوص، ولكن يمكن ان يكون بها حتى الطبيب العام او طبيب اخر، او يقوم بها بالنسبه للامراض النفسيه بطبيعه الحال، او يمكن ان يقوم بها المعالج النفساني جزئيا، ولكن اذا يجب المتخصص ان يقوم بها. كيف يمكن تجاوز بعض الاساتذه الذين يعني اسلوبهم فيه التوبيخ، فيه التعامل بالاستعلاء الى اخره؟ هذا كيف التعامل، نشوفوا كيف التجاوز. اولا يجب ان لا تكون مستجيبا يعني تكون هما يديروا حاجه وانت دير واحد استجابه سيئه او سلبيه. ده اول شيء، انت تتحكم ردود الفعل ديالك، يكونش رد فعلك سلبي يزيد من المشكله ولا ينقصها. ثاني، لا يستفزك ذلك التصرف حتى تقوم بتصرف بعصبيه او بقلق، وانما يجب ان تتحمل. لكن الاستاذ هو هذاك معطى، ما عندك معطى. يمكن ان ترى اساتذه اخرين اصدقائه يحاولوا، هل يمكن ان ينصحوه او يتحدثوا معه. المرأة، كيف يمكن للمرأة، أحد الأسئلة، كيف يمكن للمرأة أن توفق بين العمل المنزلي وعمل والبحث العلمي أو ماذا؟ إذا رجعنا إلى هذا السؤال، كومون فير ليكيليبر أونتر لا ريشيرش سيانتيفيك و ريسبونسابيليتي؟ ديزيموا جي با أكسي. لا سي با، ماشي المرأة، ما قالش كاع المرأة، هذا نجوى، واخا هي امرأة ولكن عندنا جوهر، جوهر ربح. ولكن يعني كيف يمكن القيام بنوع من التوازن بين البحث العلمي وبين، يجب تنظيم العمل، في تنظيم العمل والتعامل والتعاون مع المتدخلين الآخرين، لكن في الأسرة أو في اسمه، هذا هو اللي يمكن يساعد، هذا هو الذي يمكن أن يساعد. وتنظيم الوقت، وإعطاء لكل شيء ما يعني واحد الحصة معينة. متى نلجأ إلى الطب النفسي؟ يعني متى يمكن للإنسان أن يلجأ إلى الطبيب النفسي؟ شوف، هذا سؤال جوابه صعب. علاش؟ لأنه جوابه دقيق. تني، لكن يمكن أن أقول بأنه إذا كانت واحد معاناة نفسية معينة، إذا كانت مؤقتة الله يسامح، كدير نمط العيش، تتغير نمط الحياة، بمعنى كتزيد شوية أوقات الراحة، كتستريح شوية، كتحاول تنعس أحسن، كدير شوية ديال الرياضة، كدير واحد نوع من التفاعل الاجتماعي، يعني حياة اجتماعية، تشوف اللي تتفاعل معاهم، اللي تدرس معاهم، وتقرا معاهم، وتتراجع معاهم شوية، ولو غير واحد 20% ديال الدروس وديال المقرر، وهكذا. يعني كتغير، كدير تعديل في نمط الحياة، هذا هو تعديل نمط العيش. إذا كان هذا كافيا فجيد، إذا لم يكن كافيا خصك تشوف طبيب نفساني هو اللي يقول لك. وليس كل من يأتي عند طبيب نفساني يشخص عنده مرض نفسي، قد ينصحه ويقول له أنت ما عندكش مرض نفسي، أنا ما بنش لي شي حاجة، ولكن ها هي الأمور التي يمكن أن تدخلها في حياتك كي تتجاوز هذا الشعور وهذا هذه المشكلة. إذا سمحت السي محمد، أنا غادي نقرأ الأسئلة مباشرة نجاوب عليها، إلا ما عندكش مانع. طبعا دكتور، الله ودي بكل فرح. طيب، هناك سؤال حول فقدان شغف البحث والمذاكرة. الإنسان فقد شغف، هل هذا مؤشر على وجود مشكلة نفسية؟ شوف، إذا فقدت الشغف هذا مشكلة نفسية البحث، ولكن ليس مرض نفسي، ولكن مشكلة نفسية. ولذلك أول شيء غادي تبدأ به هو تعديل نمط الحياة، يعني القواعد اللي غادي كتسير بها حاول تدخل فيها تعديلات. هذا هو اول اجراء اللي خصك دير. ومن بينه راه قلنا واحد القضيه قبيله على التغذيه المتوازنه، لان الفيتامين دي مهم، حتى لي زومي لي اليمون، حتى الفيتامينات، حتى عدم المواد الاخرى في الجسم التي يجب ان تكون متوازنه كذا الى اخره.
هذا كله مهم. إذن إذا استمر الأمر طويلا آنذاك يمكن أن ترجع إلى طبيب نفساني كي ترى هل هناك مرض نفسي أم لا. كيف أمنع نفسي من التفكير في إتمام أعمالي أثناء النوم مما يسبب اضطراب في النوم وعدم القدرة على التركيز؟ وهذا ما عندوش جواب واحد، فهمتني؟ يجب أن نرى هل هاد التفكير في الأعمال ديالك، أن نرى هل معه أعراض أخرى التي يمكن أن تدلنا على ما هو السبب. عادة المهم الإنسان إذا عنده أعمال مهمة جدا ومؤثرة في حياته طبيعي يبدأ يفكر فيها في النوم. التفكير ليس دائما سلبي، ولكن يجب ألا يجعله لا ينام بطريقة طبيعية. يعني ما خصوش ثاني إلا بخديك تفكر وفي 20 30 دقيقة، هذا معناه أنه يجب وضع علامة استفهام. ما نقولش لك مرض لا، ولكن يجب وضع علامة استفهام والبحث، واش هذا التفكير الزائد والاجترار، كيتسمى اجترار الأفكار لغيميناسيون، الاجترار الأفكار الذي يقع لك أثناء محاولتك النوم، واش هذا الاجترار ديال الأفكار تصاحبه أمور أخرى مثل نقص الشغف المطالعة، مثل عدم التركيز، مثل عدم الارتياح في النهار، مثل القلق النفسي، مثل التوتر، مثل عدم الارتياح أو الحزن. قلت عدم الارتياح ولكن بغيت نزيد شيء من الحزن وخا خفيف. هل معه واحد أو أكثر من هذه الأعراض؟ آنذاك خصنا نعرف بأن القضية ليس فقط في الأعمال أنها كبيرة أو أنها مؤثرة وأن إلى آخره، ولكن أن هناك وراءها شيء آخر، يمكن يكون اكتئاب بسيط، يمكن يكون شيء حاجة يجب البحث فيه. إذن الأمور إذا كان غير هذاك الاشترار ديال الأفكار، تكرار ديال الأفكار والضغط ديال هو بوحده اللي كيجيك، يمكن تجاوز هذا الشيء، تجاوز هذا الشيء، دير شويه ديال اللويزه في الليل، تحرك شويه، دير شويه ديال الرياضه قبل ما تنعس، الى اخره، اقرا شويه الاذكار الى اخره. المهم جرب ادخال بعض الامور. ما علاقه الاحلام مع واقعنا المعيشي؟ يعني وجهي كاين بطبيعه الحال الاحلام، هل هناك علاقه للاحلام بواقعنا المعيشي؟ طبيعي الأحلام عندها علاقة قوية بواقعنا المعيشي. ما نعيشه ويضغط علينا بالنهار قد يعني نتيجة الضغط بالنهار قد نجد واحد المتنفس في النوم عن طريق تلك الأحلام المرتبطة به. هذا طبيعي طبيعي. مثلا تجي إلى الطب النفسي إذا راه تحدثت عنه، ولكن إلا شكيتي مشي عنده، بمجرد ما تشك ماشي عنده. كيف يمكن مواجهة البداية باعتبارها خطوة مهمة في بناء أي بحث؟ هذا ما فهمتش السؤال. أي بحث في البداية تنفس مزيان، تنفس العميق ورخي راسك وابدأ. بناء يعني أو شيء بداية مش في البحث، بداية أي بحث يعني الخطوة الأولى. الخطوة الأولى استشر أصدقائك، استشر الطلبة الذين يعني تقدموا في بحوثهم، استشر أساتذة، استشر أصدقائك باحثين ناقشوا بحوثهم وأتموها. يعني يمكن تفعل، ويمكن أن تدخل على الإنترنت، ترى هناك كثير من المواقع التي تعطي خدمة للباحث، تعطي خطاطة البحث، كيف يمكن أن يبدأ هذه الخطاطة، كيف يضع إشكالات البحث، كيف يبحث في الدراسات المقارنة، لأن هذه النقطة مهمة. يمكن تبدأ من دراسة المقارنة، تقول أنا البحث ديالي هو موضوع كذا، نبحث أولا الدراسات الأخرى التي كتبت في هذا البحث. إذا يمكن تختار واحد نقطة البداية وتشتغل عليها. كيف يمكن تجنب الأشخاص الذين ينتجون الطاقة السلبية؟ عن طريق اجتنابهم. كيف يمكن تجنبهم؟ عن طريق تجنبهم. تجنبهم يبتعد عليهم، تجنب يتجنب وابتعد، يعني ما بقاش تصاحب معاهم بزاف، ما تمشيش عندهم، قلب على ناس ايجابيين اللي هما اللي تصاحب معاهم، دير مسافه بينك وبينهم. اشعر بالفشل، كيف استطيع الشروع في البحث؟
علما أني طالبة دكتوراه سنة ثانية، ولحد الساعة لا أستطيع التركيز في موضوع أطروحتي، علما أني موظفة وأم، بالإضافة إلى التخوف من إلقاء المحاضرات وكل مناقشة الشفهية. أنا أظن بأن يجب أن ترجع إلى طبيب نفساني لتشخيص ما هو السبب هذه الأمور، لأن عندك عدد من الأعراض هنا. لذلك إما عندك، نشوف الحياة الاجتماعية، وقد قلت تسمى إلقاء المحاضرات، هذا لفوبي سوسيال، هذا الرهاب الاجتماعي كيتسمى، يعني إمكانية الرهاب الاجتماعي، التشخيص ديالو يحتاج إلى استشارة نفسية مباشرة. يمكن عندك رهاب اجتماعي، يمكن هناك نوع آخر من الرهاب، يمكن هذا الشيء خصو استشارة مباشرة. Comment développer la communication, sachant que je travaille bien, mais je n'ai pas bien parlé de mon travail. Je sens un stress anormal durant les présentations orales. La même chose. C'est très probablement soit une phobie sociale, soit, je ne sais pas, peut-être une dépression simple, peut-être une dépression simple. C'est possible. Donc, il faut une consultation psychiatrique qui peut chercher les autres symptômes et faire un diagnostic adéquat. Donc, on ne peut pas en parler comme ça directement. حاجة الإنسان للنوم تقل كلما تقدم في العمر دكتور، عموما يجب أن لا عموما تقل. طبعا هذا بالنسبة للطفل، لدى الشاب أقل ولدى الكاهل أقل، ولكن في مرحلة متقدمة من عمرك ترجع. لكن المهم كل إنسان إذا نقول يعرف ميزان نفسه، له خصوصية بالنسبة لقضية الحاجة إلى النوم، بالتفكير في المستقبل، خاصة لو كنا نعاني من البطالة، وإذا تأثير هذا على الإنتاجية بطبيعة الحال. البطالة تؤثر، هذا الموضوع يؤثر على الإنسان قلق، يؤثر على الإنسان خوف على المستقبل أو هم بما سيقع في المستقبل، يؤثر على إنتاجية الإنسان نسبيا. صحيح، قول الفقر عموما، البطالة أنواع، ولكن البطالة يجب أن تكون أيضا شاحدة للإنسان، تحرك الإنسان ليبحث عن طريق ليكسب عيشه. ولكن البطالة طبعا الحال تؤثر على الصحة النفسية، والفقر يؤثر على الصحة النفسية، والتهميش الاجتماعي يؤثر على الصحة النفسية. هذا في دراسات كثيرة. كيف تفسر أنني طالب باحث في سلك الدكتوراه لكن لا أقبل على البحث؟ وإن كان فيكون بشكل ضئيل جدا، والمشكل من هذا هو أني لا أشعر بقلق تجاه هذا، وهذا مشكل مركب. أنت ليس عندك شغف بالبحث، ولكن لا تشعر بالقلق أنه ليس عندك شغف بالبحث. مشكل مركب، ليس عندي تفسير، لأن يجب البحث كما قلت لمن سبقوك، تحتاج إلى استشارة طبية مباشرة التي ستبحث في الأعراض الأخرى، ويمكن أن تجد السبب وتفيدك في الحل. الحل الذي نفع معي الكتابة في دفتر تلك الأعمال التي أرغب بإنجازها. جيد، لا أدري، صحيح صحيح، يكون عنده برنامج يومي، برنامج أسبوعي، وأحيانا برنامج شهري أو سنوي، بمعنى تذكر في مذكرة هذه السنة يجب أن أحقق هذه الأعمال، هذا الأهداف الكبرى في السنة مثلا. ثم كل شهر أو كل أسبوع تضع ما هي الأعمال التي يجب أن تقوم بها ذلك الأسبوع. وينصح أيضا بأنه في الصباح عندما يستيقظ الإنسان يكون يسجل الأعمال التي يقوم فيها النهار، هذا يساعد في أن يخطط الإنسان ليومه بطريقة جيدة، على أن يقوم بجميع الأعمال التي يريد أن يقوم بها، على أن يقوم بها وهو مرتاح، على أن يحس بأنه يتقدم. لأن إذا عندك خطوات وأهداف سجلتها ثم حققتها في آخر النهار، تحس بالرضا، تحس بأن الأمر جيد. لذلك هذا الشيء مهم. وأريد أن أقول للأخ الذي سألني منذ قليل عن البطالة، من بين الأمور التي يجب أن تقوم بها هو الدراسة، هو التكوين، أكثر من التكوينات، ولكن اختر تكوينات ستساعدك في الاندماج بشق الصعوبة. هل الدراسة تفقم المرض النفسي أبدا؟
لا كيف تفرقم؟ على حسب المرض النفسي، فقيم المرض النفسي على حسب المرض النفسي. يمكن بعض الأمراض النفسية لا يصلح معها أنواع معينة من الدراسة، ممكن أمراض نفسية معينة تحتاج أول إلى العلاج قبل أن يقبل الإنسان على المرض النفسي على الدراسة. لكن يعني المرض النفسي في حد ذاته الدراسة لا تفرق المرض النفسي، ولكن يجب أن يختار الإنسان الدراسة التي التي تنسجم مع المرض النفسي الذي يشعر به. أرى الأسئلة لا تزال تطرأ. Comment gérer son stress extrême continue qui pousse à chaque fois à des problèmes psychiques, à des périodes de dépression durant mes études et mon travail. Si vous avez des périodes de dépression, il faut consulter. La dépression est une maladie mentale, c'est-à-dire un trouble psychiatrique qu'il faut diagnostiquer et qu'il faut traiter. Il ne suffit pas d'améliorer son mode de vie, de changer un peu, par exemple, le contexte, etc. Non, il faut aller diagnostiquer, aller consulter pour traiter d'une façon adéquate la dépression. ماذا دكتور عن فلسفة العلم؟ بما أنك متخصص في العلوم الشرعية، أليس لديك التطبيقات العلاجية التي ذكرتم؟ كارل روجر والمدرسة الوجودية؟ لم تسمع أفكار التطورية والإلحادية وغيرها؟ أما أسماء الدكتور عبد الرحمن، طه عبد الرحمن بالنموذج المعرفي الغربي، أليس من حق المسلمين أن تكون لنا تطبيقات علاجية إسلامية نظرية ذات مرجعية إسلامية؟ وجزاكم الله خيرا. أنا لا أظن أنه هناك تطبيقات علاجية إسلامية. العلم علم، والعلم ينتهي إلى نتائج بطريقة عن طريق البحث الموضوعي. والإسلام في حد ذاته يحث على العلم الموضوعي. لماذا نضع تناقض بين أن يكون الإنسان مسلما وأن يتسلح بالمعرفة العلمية المعاصرة؟ أما ما يتحدث عنه عبد الرحمن، ربما هذا في الفلسفة، في فهم الأمور، ولكن فهم الأمور على المستوى الفلسفي، وإلا فكثير من الأمور الآن أصبحت تفهم أكثر من ذي قبل، ولا علاقة لها بالدين، لأن الدين أتى لهداية الإنسان إلى أمور الدين. أما أمور الدنيا المرجع فيها هو المعرفة الإنسانية والبحث العلمي والتجربة إلى آخره. ودراسة النفسية نفس الشيء، هذا غير صحيح أنه هناك تعارض بينهما. ليس هناك تعارض، أنا هذا درسته كثيرا، ليس هناك تعارض، وليس هناك البعض. بدأت مدرسة منذ الخمسينيات كتب عدد من علماء النفس المسلمين في علم النفس الإسلامي من الخمسينيات، ولكن هذه موجة ذهبت. وكان المعهد العالمي للفكر الإسلامي، تعرفونه ربما، المعهد العالمي للفكر الإسلامي هو مدرسة نشأت في أمريكا، الذين أسسوا كلهم تقريبا أغلبهم أمريكيون باحثون في مختلف أنواع البحوث في علم النفس وعلم الاجتماع، في علوم التربية، في المناهج، في الطب إلى آخره، وأسسوا علم النفس الإسلامي. وبدأوا في البداية ببرنامج أو نموذج أسلمت المعرفة، واشتغلوا عليه عقود من الزمان، وأشرفوا على رسائل دكتوراه، لأن كلهم أساتذة في الجامعات الأمريكية، وأشرفوا على رسائل دكتوراه ودرسوا الدراسات، ثم اضطروا إلى أن يغيروا النموذج من أسلمت المعرفة، لأنهم انتهوا إلى أنه لا طائلة. أولا، المعرفة المعاصرة هي في حد ذاتها تتغير، وما نفهمه نحن من النصوص الشرعية كله ظني، فيما يخص ما يرتبط بالعلوم هو ظني ومعرفة ظنية. القطعي في الشريعة هو الأمور الدينية أو الأمور العقدية، أما الأمور المرتبطة بالعلوم المادية ففهمنا لها ظني، حتى ولو ورد إشارة في النصوص الشرعية، ولكن إشارة عامة. داك الشيء اللي غادي نفهموا من ما سنفهموا منه ليس بالضرورة هو صحيح، لأن أضفنا فهمنا نحن. لذلك القضية معقدة، لذلك غيروا النموذج وتخلوا عن أسلمة المعرفة وبدأوا مشروع آخر، والذي يشتغلون فيه الآن هو التكامل المعرفي، هذا أقرب إلى الواقع. لذلك هذه القضية يجب ألا نغرق فيها، هي تكون باب من أبواب رفض العلم
وتكون باب من أبواب الخرافة أحيانا. هل هناك سؤال آخر؟ انتهى إلى التكامل المعرفي، كتبه الأخ هذا الذي كتب، الأستاذ المرتجي. فعلا التكامل المعرفي، التكامل المعرفي فكرة قديمة موجودة دائما، ولكن حتى هو راه واحد فيه بالمناسبة. التكامل المعرفي هو راه إشكال، لأن بدون إنتاج المعرفة، بدون، أنا دائما أقول إذا أردت أن تصوغ بديل لعلم النفس المعاصر يجب أن تكون في قمة الدراسة لعلم النفس المعاصر، يعني تخصص فيه وانتج فيه وكون فيه مبدع، عاد ترجع تقول ياك ما كاين شي بديل. أما أنت تريد، من يريد أن يبني البديل دون أن يكون قد درس العلم الذي يريد أن يكون البديل، هذا غير الجهل، استمرار الجهل الأمة القديم، والله أعلم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم دكتور، شكرا جزيلا لكم. إذا نعتذر لمن لم يتيسر الإجابة على أسئلته. طبعا هذا الموضوع يعني يحتاج إلى لقاءات ولقاءات، وكان الهدف ديالنا في المركز أن نبدأ الموسم بهذا الجانب لأنه مهم جدا، وللإحاطة به طبعا يحتاج كما قلت لي تكوين، وإن شاء الله تعالى مركز سينظم إن شاء الله طيلة الموسم إن شاء الله لقاءات مهمة في هذا المجال وفي غيره أيضا. لكن الآن نحن يعني خص يكون عندنا واحد الوعي بأن المجال النفسي مجال مهم جدا، وما يبقاش ديك النظرة التقليدية الضيقة جدا على أساس أن راه الجانب النفسي تبدا نهضروا غير الناس اللي حمقين ولا الناس اللي كذا ولا الناس اللي كذا. لكن الصحة النفسية كما الناس كتهتم بالصحة العضوية تيمشيو يديروا لي زاناليز ديالهم تيمشيو، هذا ما بقاش واحد الهاجس مجتمعي. حتى الصحه النفسيه حتى هي ما خصهاش تكون عندنا هاجس، مشيتي تدوز ولا مشيتي تشوف طبيب نفسي ولا حضرتي المحاضره ولا هذا، هذا لا يقلل من قدرك ولا من عقلك ولا من قيمتك، فهذا جزء من مكونات الانسان. والحمد لله يعني انا الدكتور قد اشار الى مجموعه من المراجع من الكتب، واود يعني ان اشكره جزيلا واحييه على تواضعه. من الصباح هو تيهضر تيقول العلماء قالوا وقد اجمعوا وقد درسوا، وقد حق لك دكتور ايضا انت ان تقول رايك، يعني الخبره ديالك مصباح انت كتقول لنا قالوا يحق لك حتى انت تقول، هذا من تواضعكم دكتور. الله يطول في عمرك الله يجزيك. يبارك فيك. قبل الختام هل من كلمه ختاميه دكتور ان شاء الله تعالى؟ هو كلمة ختامية، الصحة النفسية أمر مهم. أنا عندي كتاب اسمه الصحة النفسية الإيجابية، طريقك إلى السعادة. يمكن أن أقول بأن بعض الأمور هنا فصلتها هناك، وهذه ربما أول كتاب على الأقل في المكتبة المغربية حول مفهوم الصحة النفسية الإيجابية. ثاني، يمكن للأخوات الإخوان ينتقيوه، مهم، ما كاينش في جميع الأسواق، ما من نشر، ما عرفت فين وزعوه بالضبط، ولكن يمكن أن تطلب. ده النشر المعرفة، نشرته دار نشر المعرفة في الرباط. وأيضا يمكن مراجعة كثير من الكتابات في الموضوع، والعناية بالصحة النفسية، وما ناخذوش القضية بتعقيد، وإنما ببساطة. صحيح فيها قواعد، ولكن الحمد لله الناس دائما كيتصرفوا، ولكن عندما يكون هناك معاناة يجب أن نعرف أن نرفع معاناتنا. والطالب معرض للمعاناة. أنا بزاف ديال الطلبة كيجيو عندي العيادة، بزاف ديال الطلبة إما عندهم اكتئاب، وإما عندهم الرهاب الاجتماعي، وإما عندهم الوسواس القهري، وإما عندهم عدم القدرة على متابعة الدراسة، وما عندهم بزاف بزاف، كاين. وهذه كل شيء أمور يمكن لها أن تعالج أحيانا بسهولة. كاين بعض الأمور للعلاج لها بسيط، شيء معقد. يمكن الإنسان مثلا نقولوا اللي عنده اكتئاب، راه يمكن في شهر يكون خرج من الاكتئاب ديالو. صحيح العلاج يمكن يستمر، خصو يستمر على الأقل 6 أشهر وربما أكثر على حسب الحالات وأنواع الاكتئاب، ولكن في الأصل أسهل نوع في العلاج الأمراض النفسية هذا في مستوى المرض النفسي، مش فقط المشكلة النفسية، هو الاكتئاب اللي يمكن يتعالج في 2 أسابيع، ربما 2 3 أسابيع يبدأ تحسن، شهر يكون الإنسان صافي ولا مزيان، يمكن يدرس، يمكن يدير
الامور اللي ما كانش قد يديرها اثناء الاصابه بالاكتئاب. وهكذا كله الحمد لله تقريبا الان تقدم العلم الى حد انه كثير من الامور لم تكن مفهومه ولم تكن من قبل يعني يمكن ان تعالج، اليوم الحمد لله اصبحت يمكن ان تعالج بسهوله، ويمكن ايضا حتى عن طريق نمط العيش كما قلت منذ قليل. هذه القواعد اللي درت في نمط العيش هذه يعتني بها الانسان ويعتني بها الطالب او الشخص يعتني بها، ويمكن ان تنفعه في صحته النفسيه. بالتوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك دكتور، شكرا جزيلا لكم مجددا، والله يبارك في العين ديالكم المعرفة ديالكم. نضرب ان شاء الله موعد في تكاوين قادمة ان شاء الله تعالى. يمكن كما وضعنا لكم رابطا في على مستوى الشات، ممكن متابعة يعني الأخبار والإعلانات ديال التكاوين الجاية ان شاء الله، سواء على الموقع ديال الصفحة ديالنا على الفيسبوك أو على القناة على الواتساب ان شاء الله تعالى، ونستقبل جميع الطلبات ديالكم والمواضيع اللي بغيتوا نناقشوها ان شاء الله. الحمد لله في المغرب مجموعه من الاساتذه، مجموعه من الاستاذات، من الدكاتره ذكورا واناثا، اللي ما شاء الله ممكن تستفيدوا منهم. هذه فرصه مركز رفق البحث العلمي، نفتح هذا الفضاء للتعرف على الاطر ديالنا في المغرب ان شاء الله. الحمد لله اللي عندهم ما يقولون استفدوا منهم ان شاء الله تعالى. اذا شكرا مجددا لكم جميعا، شكرا لكم دكتور على قبول الدعوه رغم التزاماتكم الكثيره. حفظكم الله ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.